خير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا هدير. صباح الخير عليك يا شاذلي، كل سنة وانت طيب. أول حلقة في رمضان مع بعض، كل سنة وحضراتكم بخير، وصباح الخير على حضراتكم. وسؤال حلقتنا النهاردة، كنتوا بتشغلوا وقتكم في إيه وانتوا صغيرين قبل الفطار بساعة؟ وهي دايما قبل الفطار بساعة دي بتبقى طويلة شوية حتى واحنا كبار. ما بتعديش، مش طويلة، هي الساعة اللي قبل الفطار دي ما بتعديش. بس واحنا صغيرين طبعا ما كانش في إرادة بقى، يعني عارفة لسه برضو 8 سنين 9 سنين بادئين نصوم، فما كانش في الإرادة دلوقتي، لأن دلوقتي خلاص بقى يعني الواحد ممكن آخر ساعة دي يقعد يدعي يشوف أي برامج دينية. هي الساعة الأخيرة بتاعت قبل الفطار دي بتاعت يساعد كده في المطبخ مثلا، يحضر مثلاً المطبخ مثلا، يدي ايد كده في المطبخ عشان لو في حد محتاج مساعدة ولا حاجة. انما واحنا صغيرين بقى كنت بقعد عدها بالدقيقة، الساعة 5 5 ودقيقة. زمان كان بيدنا الساعة 5 كان بيدنا الساعة 5، الساعة 4 4 ودقيقة، 4 ودقيقتين، 4 و3 دقايق، افضل ماشي وراهم دقيقة دقيقة، ما كانتش بتعدي غير بكده، وافضل اسال عشان ما اعرفش في الساعة كويس فاضل قد ايه، دقيقة واحدة بس اللي فاتت، ده انا بقى كتير قوي الوقت ما بيعديش. لا الحقيقه انا وانا صغيره ما كنتش ببقى تعبانه خالص وانا صايمه، وكنت ببقى برغي كتير، فببقى ماشيه الناس صايمه بقى انا مش قادره اقتنع ان هم تعبانين ليه، بتسليهم. فبتكلم كتير وده اللي كان بيضيع الوقت. او الصراحه كان عندي حاجه تانية ان هو ادخل اخد شاور قبل الفطار، فالمايه بتاعه الشاور يعني فاهم تدخل في بقك. تشربي صغيره ماشي، فيعني كان بيضيع الوقت قبل الفطار. عايزين نعرف من حضراتكم ازاي كنتوا بتشغلوا نفسكم اخر ساعه قبل الفطار وانتوا صغيرين او حتى وانتوا كبار، يعني ده سؤالنا موجود على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام. هنكون منتظرين اجابات حضراتكم على مدار الحلقه، هنستعرضها معاكم. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على منا، طمنا على حاله الطقس وكمان المرور واسعار العملات والذهب، وتجاوبنا كمان على سؤال حلقه النهارده، كانت بتشغل نفسها ازاي في اخر ساعه في رمضان وهي صغيره. صباح الخير عليك يا منا. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا هدير، وسنة وانتم طيبين. اول حلقه لينا مع بعض في رمضان. وانت طيبه وبخير. واحنا صغيرين كان الساعه قبل الفطار دي كانت بتبقى صعبه جدا، لان واحنا صغيرين انا كنت في المنتخب مصر الكاراتيه، وكان بيبقى عندنا تمرين، فكان الساعه دي بتبقى دايما هي الفتنس، فيعني دايما كانوا بياخدونا اخر ساعه قبل الفطار دي، فاحنا كنا بنوصل اصلا البيت بعد الاذان، فببقى عطشانه جدا، وبتبقى كمان ما هياش مثلا تدريبات عاديه، كانت بتبقى قائمه كلها على اللياقه البدنيه، فكنا بنبقى خلصانين مروحين بيت يعني مش شايفين قدامنا، فكان بيبقى وقت صعب جدا يعني الساعه دي. لكن دلوقتي بيتهيالي الموضوع بيعدي اسرع بكتير، يعني الستات اللي كبرت شويه بقى بتبقى في المطبخ وبتبقى مش لاحقه اصلا تخلص حاجه خالص قبل الفطار، فدايما دلوقتي بقيت احس ان الساعه اللي قبل الفطار دي بتخلص بسرعه جدا كمان اكتر مما ينبغي. خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في أماكن مختلفة من مصر. هنبتدي جولتنا بطبيعة الحال من القاهرة، ولازم نتعود طبعا على الكثافات والزحمة الصباحية، خصوصا في التوقيتات بتاعت رمضان اللي حصل فيها تغيير كتير في أماكن مختلفة للشغل. هنبتدي جولتنا من كوبري 15 مايو، احنا شايفين سيولة مرورية نسبية، أما الكورنيش هنلاقي فيه كثافات مرورية للمتجه لميدان التحرير، وبعض الكثافات للي مكمل لغاية المعادي وحلوان ولغاية 15 مايو. لو بصينا في اتجاه كوبري أكتوبر لمناطق الإسعاف ورمسيس هنلاقي كثافة على طول الكوبري ولغاية نزلة غمرة والعباسية، أما بقى المتجه لشاعر
شارع بورسعيد وللشرابيه وحدايق القبه ولغايه كوبري السواح والابريه والعكس هيلاقي طبعا بعض الكثافات. لو بصينا بقى على الطريق الدائري الناس هتاخد بالها كويس من الكثافات اللي بتكون موجوده عند مؤسسه الزكاه والمرج والخصوص ولغايه نزله الطريق الزراعي. نبص بقى على الجيزة وشوارع الجيزة، احنا عارفين ان بيبقى فيه كثافات مرورية بتزيد طبعا مع مواعيد دخول المدارس والجامعات، واحنا عارفين كمان ان فيه كتير من اعمال الانشاءات اللي موجودة في الجيزة ده بيأثر على سيولة المرور. هنبتدي من محور 26 يوليو، فيه كثافات متجهة في اتجاه ميدان لبنان ومحور صفط اللبن، لو بصينا عليه هنلاقي فيه كثافات مرورية. لو بصينا بقى على شارع الهرم هنلاقي ان فيه كثافات بتزيد مع مواعيد دخول الموظفين ومواعيد دخول المدارس في مناطق مشعل وشارع العشرين ولغاية الطلبية، وهنلاقي كثافات عالية للمتجهة اتجه لكوبري الجيزة وشارع فيصل بمناطق الطوابق ولغاية العشرين. هنلاقي كثافات تانية ظهرت في شارع السودان ولغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة، واحنا عارفين ان المنطقة دي فيها بعض الإصلاحات. هنلاقي كمان كثافات مرورية متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان قريب من محطة مترو جامعة القاهرة، وده طبعا يعني كثافة معتادة في الوقت ده. نروح بقى نشوف سوهاج ونبتدي فيها من محطة قطر سوهاج، والطريق عندها بيشهد بعض الكثافات النسبية لكن بعدها الأمور بتبقى سهلة وبسيطة. لو بصينا ومشينا كمان على طول طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط طريق العارف بطريق الحواويش هنلاقي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان في الطرق المؤدية للجامعة، وهنلاقي بعض الكثافات النسبية. هنلاقي كمان كثافات بسيطة عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. لو بصينا بقى على طريق الحواويش نفسه هنلاقي ان السيولة المرورية فيه نسبية او يعني تميل الى السيولة المرورية. لو بصينا على طريق اخميم جرجة هنلاقي برضو سيولة مرورية في الاتجاهين لمدينة سوهاج او العكس، ولو بصينا على طريق اسوان الزراعي الغربي هنلاقي سيولة مرورية تامة ومفيش اي مشاكل. نروح لبني سويف ونبتدي من كوبري بني سويف، احنا شايفين سيوله مروريه نسبيه موجوده على كوبري بني سويف، ولو بصينا على كورنيش بني سويف هنلاقي برضو سيوله مروريه. هنكمل من الكورنيش ولغايه ما بنوصل لغايه مكتب التامينات في بني سويف ومبنى المحافظه، الطريق ليهم ما فيهوش اي مشاكل وهنلاقي سيوله مروريه. ممكن نلاقي بعض الكثافات عند موقف محيي الدين ببني سويف وطريق اسوان الزراعي الغربي عند مدخل بني سويف، لكن كلها كثافات متحركه مش هتاثر على الحركه. دلوقتي بقى تعالوا مع بعض نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية للنهاردة. هنبتدي مع بعض بالدولار الأمريكي، سعر البيع 18.31، الشراء 18.21، اليورو بيع 20.15 قرش، شراء 20.3 قرش، الجنيه الاسترليني بيع 23.99 وشراء 23.85، الفرنك السويسري البيع 19.74 والشراء 19.62، اليوان الصيني بيع 2.87 وشراء 2.86، الميئتين ياباني البيع 14.91 والشراء 14.83، الريال السعودي البيع 4.88 والشراء 4.85، الدينار الكويتي البيع 60.21 والشراء 59.80، الدرهم الإماراتي البيع 4.98 والشراء 4.95. وبالنسبة بقى لأسعار الذهب خلينا نشوف عيار 18 سجل معانا 835 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 975 جنيه للجرام، عيار 24 سجل 1114 جنيه، والجنيه الذهب سجل النهاردة 7800 جنيه. خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة بقى سريعة في أحوال الطقس النهاردة، والطقس النهاردة هيكون فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة هيوصل لسبع درجات في القاهرة، الجو هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي كمان يعني أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 39 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في الأقصر 42 درجة، والأقل هتكون في كاترين 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل أثناء حلقتنا.
نبدا مع حضراتكم حلقتنا النهارده واولى اخبارنا. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل امبارح اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وايضا الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامه، وعدد من الوزراء. تابع في سيادته الموقف التنفيذي لانشاء الشبكه الوطنيه الموحده للطوارئ والسلامه العامه. وجه سيادته بالتنسيق والتناغم بين كل الجهات المعنية بالدولة علشان ضمان التشغيل الأمثل لتلك المنظومة وتحقيق أهدافها. كمان امبارح سيادة الرئيس عمل اجتماع تاني امبارح تابع فيه الموقف التنفيذي لأهم المشروعات القومية في قطاعي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي. وجه سيادة الرئيس بالتطوير الشامل لمعهد ناصر عشان يبقى مركز بحثي ومدينة طبية متكاملة، وكمان زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة بنيته التحتية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لأهم المشروعات القومية في قطاعي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي. وقد وجه السيد الرئيس بالتطوير الشامل لمعهد ناصر ليصبح مركزاً بحثياً ومدينة طبية متكاملة، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة بنيته التحتية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها. ووجه السيد الرئيس أيضاً بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات، وذلك على غرار أعرق أكاديميات الرياضيات على مستوى العالم، وذلك بهدف احتضان النوابغ في هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمي لهم، بما يساهم في الربط الأكاديمي بين علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة وتطوير صناعة البرمجيات والأمن السيبراني في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار عرض في هذا الإطار مخطط تطوير معهد ناصر، كما استعرض السيد وزير التعليم العالي أهم أنشطة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين بجلاسجو في مصر، كما عرض السيد الوزير أهم التطبيقات المقترحة التي ستعمل من خلالها أكاديمية علوم الرياضيات، خاصة الحواسب الإلكترونية وتكنولوجيا الإنترنت والطيران والفلك والفضاء ومعالجة البيانات والبرمجة. كما شهد الاجتماع إطلاع السيد الرئيس على مستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، لا سيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فضلاً عن الموقف الحالي لتقدم الأعمال في عدد من المشروعات القومية، خاصة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والمشروع القومي للبلازما، إلى جانب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو فاروق رئيس لجنة المحمول العسكري. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية في بعض المحافظات تمهيداً لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، من خلال ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين.
كما تم في ذات السياق استعراض الجهود التنسيقية ما بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة للوصول إلى الاستفادة المرجوة منها في التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها، مع تحقيق التأمين الكامل للشبكة طبقاً لأحدث المعايير العالمية. وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق والتناغم ما بين جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل ضمان التشغيل الأمثل لتلك المنظومة المتكاملة وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار الشبكة الموحدة والمؤمنة بالكامل. الشبكة الموحدة للطوارئ والسلام، احنا بنتكلم عن شبكة محمول مختلفة خالص عن شبكة المحمول الموجودة، بتشتغل على الجيل الرابع. الهدف منها هي مسألة السيطرة على الأزمات، تأمين الناس بصفة كبيرة، يعني لما يحصل أي طارئ الناس بتتصل برقم واحد، الرقم ده بيكون متصل بكل الجهات الحكومية اللي المفروض إنها تتحرك بناء على هذه الشكوى. أعتقد أنه من أول المحافظات اللي نفذت واشتغلت على هذه المنظومة كانت محافظة بورسعيد. لو بنتكلم عن معهد ناصر وتطويره، فطبعا يعني كان في بعض شكاوى من المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة في معهد ناصر، وإحنا بنتكلم أنه ده معهد بيستقبل تقريبا 1,600,000 حالة سنويا ما بين جراحات لأورام لعيادات خارجية، فمسألة التطوير فيه مسألة غاية في الأهمية. خلينا نروح مع حضراتكم للخبر الثاني، وخلينا دلوقتي نتابع تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، ومن بينها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي لاجتماع اللجنة العليا لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع، وكمان متابعة موقف توافر السلع ومستلزمات الإنتاج، وأخبار تانية هتلاقوها ضمن التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وخلال الاجتماع تم استعراض موقف أرصدة السلع الأساسية زي القمح والرز والزيت والسكر والمكرونة والفول واللحوم الحية والدواجن. وأكد رئيس الوزراء توافر أرصدة آمنة ومطمئنة من كل السلع الاستراتيجية اللي بيحتاجها المواطن. كمان امبارح الدكتور مدبولي عمل اجتماع تابع فيه توافر السلع والمستلزمات المرتبطة بالصناعات الغذائية، وقال إن الحكومة بتنسق مع البنك المركزي لتيسير إجراءات الحصول على مستلزمات الإنتاج وتذليل أي عقبات قد تواجهها. امبارح كمان استعرض الدكتور مدبولي تقرير هيئة الدواء المصرية بشأن حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات، وثمن رئيس الوزراء جهود قطاع الدواء خلال مواجهة جائحة كورونا. وبالنسبة للشائعات اللي ترددت بشأن تداول عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الآدمي في الأسواق، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن الكلام ده غير صحيح، وكل المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك ومطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية. بعد ما شفنا اهم الاخبار اللي حصلت امبارح، دلوقتي هنتابع مع حضراتكم اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله. النهارده يوم كروي بامتياز في قرعه ربع نهائي بطولتي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه، وفي كمان ماتشات مهمه جدا في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، هتقام قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة، وهتكون الساعة 3 العصر. ولعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع أول لقاءات دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وحيلتقي ليفربول الإنجليزي مع بنفيكا البرتغالي الساعة 9، وفي نفس الميعاد هيلتقي مانشستر سيتي مع أتلتيكو مدريد في قمة أوروبية بتحتفظ بالكثير من أسرارها.
ودلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم وجولة المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات، زي توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ، وتسجيل محافظة قنا صفر إصابات بكورونا لليوم الخامس على التوالي، وأخبار تانية من بني سويف والشرقية ودمياط. أخبار كتيرة حصلت امبارح في المحافظات. نبدأ من بني سويف. الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعلن إن إجمالي قيمة المشروعات الممولة والمنفذة عن طريق مشروعك وصل ل 165 مشروع بقيمة تمويل بلغت 23 مليون و799 ألف، ووفرت 215 فرصة عمل. في دمياط قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة إن إدارة الرعاية الأساسية استطاعت تقديم خدمتها ل 466 ألف مواطن على مستوى محافظة دمياط خلال الربع الأول من 2022، وده عن طريق المراكز الطبية والوحدات الصحية المنتشرة في ربوع المحافظة. في الشرقية قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 344,108 رأس ماشية. في كفر الشيخ تم توزيع 6000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في 50 قرية بكفر الشيخ، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في قنا أعلن الدكتور راجي توادرس وكيل وزارة الصحة إن المحافظة سجلت صفر إصابات بفيروس كورونا، ولم تسجل أي إصابات من خمس أيام، والمستشفيات أصبحت خالية من المصابين بالفيروس بعد أن تم تلقيح المواطنين ضد الفيروس، وده اللي ساعد بشكل كبير في تجاوز الأزمة. دلوقتي ناخد مع حضراتكم مجموعة من الإجابات والتعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقة النهاردة. كنتوا بتقضوا إزاي آخر ساعة في نهار رمضان وانتوا صغيرين؟ دلوقتي عماد محمد علي بيقول صباح الخير من القصير في البحر الأحمر على أحلى برنامج وأحلى فريق إعداد، وكل عام وحضراتكم طيبين. بصراحة مش فاكر وأنا صغير آخر ساعة قبل الفطار كنت بعمل إيه، بس أكيد كنت بلعب. طيب علاء بيقول صباح الخير عليكم، أنا كنت بشغل نفسي وبحضر السفرة مع أمي وبعمل سلطة، وكنت بضرب مدفع رمضان أول ما أسمع أذان المغرب، وكنت بسمع زي برنامج الشيخ الشعراوي. كانت أيام حلوة قوي، أيام بكر وسلاحف نينجا وبوجي وطمطم وبرنامج كلام من ذهب وبرنامج بدون كلام، أيام جميلة فعلا. رمضان زمان أحلى بكتير، وكل سنة وانتم طيبين. طيب كل سنة وانت طيب يا أستاذ علاء. في نرمين هاشم بتقول صباح الفل عليكم المطروح على أحسن ناس، أنا بحبكم جدا. كنت بشغل نفسي آخر ساعة قبل الفطار، كنت بجهز الفطار وبحضر العصير، واحيانا اخر ساعه قبل الفطار كنت بلعب انا واخواتي، بنضحك بقى ونهزر، وكنا دايما كان بيبقى في وقت الهزار في خناقه قبل الفطار. انا برضه قديمه، دي عاده قديمه يعني. طبعا يعني احنا عاده عندنا كلنا تقريبا ساعه الفطار تلاقي في خناقه قامت، تلاقي البيت كله ماسك في بعض. طيب كنت بلعب انا واخواتي وبنضحك، وكان دايما بيكون في خناقه قبل الفطار، لكن لما كبرنا اختلفنا تماما، وبقينا اهم حاجه نعملها هو اننا ندعي ربنا في هذا التوقيت. وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا نرمين. طيب محمد حسني بيقول ما كنتش بشغل نفسي بحاجه، كنت بستنى الفطار، لكن لما كبرنا في حاجات مفيده كتير بنعملها في اخر ساعه قبل الفطار، واهمها الدعاء. في سمر حماد بتقول كنت بحضر العصير واسند الكوبايات، مش اي حد يسند الكوبايات برضه عشان ما تقعش، واجيب الحلويات واجيب برنامج الشيخ شعراوي على قناه مصر الاولى، لاني مجرد ما اسمع الموسيقى بتاعه البرنامج بحس ان خلاص المغرب قرب. صحيح المغرب قرب، عندك حق. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين. أهلا بكل مشاهدينا من جديد. خلينا نعرف دلوقتي هيئة الأرصاد بتتوقع إيه النهاردة للطقس. الطقس النهاردة هيكون فيه ارتفاع في درجات الحرارة في القاهرة الكبرى، وهيكون معانا درجة الحرارة ممكن توصل النهاردة ل 39 درجة. إجمالا الجو هيكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، وهيكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك دكتورة منار، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير على حضرتك أستاذة منة، وأهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين.
دكتورة منار، عايزين نعرف النهاردة، يعني احنا عرفنا بالفعل ان الجو النهاردة شديد الحرارة، طمنينا كده الامور هتستقر بعدها ولا الموجة دي هتستمر معانا اكتر من يوم؟ هو طبعا احنا في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة انحاء الجمهورية، ده هيستمر معانا ال 72 ساعة القادمة، يعني من اليوم الى يوم الخميس القادم. متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى الثلاث ايام الجايين هيكون ما بين ال 38 وال 39 درجة مئوية. احنا طبعا بنتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، مع كمان امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعملوا على ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ. والطقس بالفعل خلال فترة النهار هيكون في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، وإحساسنا بيه هيكون شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال فترة النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس أيضا في ارتفاع في درجات الحرارة عن الأيام الماضية. متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى هتكون ما بين 20 وال 22 درجة مئوية خلال فترة الليل. الطقس هيكون معتدل الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال فترات الليل، مع وجود كمان أتربة عالقة خلال فترة النهار في سماء القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية للبلاد، أيضا كمان محافظات شمال الصعيد. الأتربة العالقة دي بتبقى خلال فترة النهار على مدار اليوم وبتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية أحيانا. احنا طبعا بنقول كمان اليوم في نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد زي مطروح والسلوم، وهيكون نشاط الرياح ده قد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة. الأجواء دي هتستمر معنا اليوم الخميس زي ما بنقول، ارتفاعات ملحوظة جدا في درجات الحرارة وأجواء شديدة الحرارة. لكن طبعا نطمن السادة المشاهدين ان نسب الرطوبة في الكتل الهوائية منخفض لان معظمها قادمة من على الصحراء، فطبعا هيكون احساسنا بدرجات الحرارة مش مرتفع زي فصل الصيف طبعا. وكمان نحاول بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. ارتفاع درجات الحرارة تستمر اليوم الخميس، وان شاء الله من يوم الجمعة القادمة هنكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على اغلب مناطق الجمهورية سواحلنا الشمالية، القاهرة الكبرى، حتى شمال الصعيد. هيبقى جنوب الصعيد درجات الحرارة عليه مرتفعة، يعني احنا متوقع ان هي تنخفض يوم الجمعة بحوالي 8 درجات او 6 ل 8 درجات، هتوصل تاني ل 32 درجة على القاهرة الكبرى، وهيعود تاني نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة خلال فترة النهار وفترة الليل. دكتورة منار، سؤال لستات البيوت، نطلع الشتوي بقى وندز الصيفي خلاص ولا ايه؟ هو احنا لسه شويه خلال فترات الليل الاجواء ما زالت بارده، ما زالت درجات الحراره منخفضه خاصه مع الانخفاض اللي هيحصل خلال نهايه هذا الاسبوع بدايه الاسبوع المقبل. درجات الحراره تنخفض توصل ما بين ال 15 وال 16 على القاهره الكبرى خلال فترات الليل، فاحنا لسه خلال فترات الليل محافظين على الملابس الشتويه على الاقل الخفيفه. حتى لو احنا خففنا ملابسنا يبقى دايما معانا جاكيت نرتديه لما نحس بانخفاض درجات الحراره. لكن موجات شديده البروده زي الفتره اللي فاتت لا خلاص مش هيبقى فيه؟ لا خلاص ما فيش موجات شديده البروده خالص خلال فتره النهار او فتره الليل، لكن الاجواء خلال فترات الليل يعني هتكون بارده خلال فترات الليل في الايام القادمه خاصه بعد يوم الجمعه. فاحنا يعني نقدر نقول ان احنا بعد اعياد شم نسيم نقدر بقى نخفف ملابسنا خالص، نبتدي الملابس نقول الصيفيه، لكن الى الان لسه احنا يعني مخففين ملابسنا خلال فتره النهار، خلال فترات الليل محافظين على الملابس على الاقل الشتويه الخفيفه. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبتديها من القاهره اللي العظمى فيها 39 والصغرى 22، الاسكندريه 36-20، مطروح 37-20، سيوة 37-22، بورسعيد 35-20، دمياط 35-20، الإسماعيلية 40-19، والسويس 31-19. العريش العظمى فيها 31 والصغرى 19، طابة 36-20، كاترين 30-19، شرم الشيخ 35-24، الغردقة 34-23، الفيوم 40-20، بني سويف 40-20، والمنيا 39-21. أسيوط العظمى فيها 40 والصغرى 20، سوهاج 42 درجة والصغرى 22، قنا 41-22، الأقصر 42 -22.
23، أسوان 41 24، الوادي الجديد 42 24، شلاتين 35 19، أما حلايب العظمى فيها 33 والصغرى 20. وبكده نقول إن النهارده طبعا هيكون الجو شديد الحرارة، ربنا يحفظكم، نحاول نبقى موجودين أكتر وقت ممكن في الظل، إن شاء الله ربنا يهون علينا اليوم ويعدي بسلام وسلامة. نرجع دلوقتي لشاذي وهدير نبتدي معاهم ونكمل فقراتنا. اتفضل يا شاذي واتفضل يا هدير. شكرا ليك يا مان. شكرا ليك يا مان. طيب دلوقتي جه ميعادنا مع حضراتكم والتقرير اللي بيلخص لكم ايه اللي حصل في المسلسلات امبارح في الحلقه الثالثه في مسلسلات رمضان، واللي كان فيها طبعا احداث كتيره وتفاصيل مهمه شدت الناس، خلينا نشوفها من خلال التقرير. احداث دراميه جديده لمسلسلات دراما رمضان شهدتها الحلقات الثالثه. بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 3 اللي جت تحت اسم أخوانة الدولة بزيارة مرشد الجماعة محمد بديع لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. بيعترف بديع للسيسي إن الشعب بيحبه وإنه بيمتلك شعبية بين الجنود كمان. بديع قال للسيسي إن هناك تباعد ما بينهم، علشان كده السيسي رد عليه بحزم وأكد له إنه شايف تدخل الإخوان في أمور ما تخصهمش وإن الدولة ليها رئيس، فليه الإخوان بيتدخلوا في أجهزة الدولة؟ وليه خيرت الشاطر والبلتاجي بيروحوا الأجهزة الأمنية وبيطلبوا حاجات مش من اختصاصاتهم؟ وبيشدد السيسي للمرشد إن الجيش لابد إنه يكون بعيد عن الانتماءات سواء دينية أو حزبية أو غيرها، وإنه يكون قائم بذاته. ولا بلف ودور ولا ليا مصلحة غير بلدي، بلدي بس. علشان كده أنا عايز أبقى صريح وواضح. مفيش خلاف، الصراحة مطلوبة يا سيادة الفريق. الإخوان بيتدخلوا في أمور لا تخصهم ولا تعنيهم. كمان الحلقة الثالثة من مسلسل العائدون شهدت أحداث مهمة بعد بداية الحلقة بمشهد مؤثر من خلال بكاء أمير كرارة على محمد فراج أبو مصعب بعد ما شاف فيديو إعدامه من تنظيم داعش حرقاً، وتطور الأمر لاسترجاع ذكرياته معاه، وتم الكشف عن شخصية أبو مصعب وإن كرارة هو اللي كان بيقوم بتدريبه على القيام بمهمته وزرعه وسط التنظيم الإرهابي. واتنقلت الأحداث لتنظيم داعش وتحديداً عند سياف، واحد من قادة التنظيم الإرهابي اللي خلى نزار دراعه اليمين بعد قتل أبو مصعب. اسبق، شو هذا؟ ده ميت. اكشف وجهه. بقول لك ده ميت حرام. اكشف وجهه. أما الحلقة الثالثة من مسلسل فاتن أمل حربي لنجمة نيلي كريم فبدأت بمشهد فلاش باك عن مشاجرة ما بين سيف شريف سلامة وفاتن نيلي كريم. المشهد لسيف وهو بيعد البيض اللي اتبقى من الكرتونة ولقاهم 10، فبينادي على فاتن بغضب وبيقول لها إنه هيخصمهم من مصروفها، وقالت له إنها بتصرف كل مرتبها عليه وعلى البيت، حتى إنه لمح لها تلبس الحجاب وتوفر تمن الكوافير، وردت عليه بإنها ما راحتش للكوافير من وقت جوازهم غير مرة واحدة بس، لحد ما سيف قام وقص جزء من شعرها وخلاها تعيط. انتي بتعيطي؟ انا مش عايزة بيت تاني تزعليش. مش باين، انا هجيبلك بيضة شوكولاتة وجواها فيها لعب. الحلقة الثالثة من مسلسل أحلام سعيدة شهدت رفض فريدة اللي بتجسد شخصيتها الفنانة يسرى تدخل غادة عادل في حياتها وهي زميلتها اللي بتشاركها جلسات العلاج. من هنا جابت غادة عادل رقم تليفون فريدة علشان تتكلم معاها، ولكن فريدة رفضت الكلام معاها وقفلت السكة في وشها. غادة عادل ما سكتتش برضه وراحت بيت فريدة علشان تعتذر لها، لكن فريدة اعتقدت إنها من طرف أخوها صالح لحد ما شكت فيها وافتكرت إنها ورا محاولة قتلها، وبالتالي طردتها من البيت. وما تزروتش مكانها وتعمل بالممسحة بعد كده. انت بتشتغل فين دي يا رجل؟ هي مين دي؟ الشغالة اللي معاك. شغالت ايه؟ دي قالت لي إنها صاحبة حضرتك. لا أنا ما عنديش أصحاب، أنا ما عنديش مواعيد، ما حدش جاي لي. انتوا بتشيلوا المساحة وحاجة التنظيف فين؟ انت مين؟ انت مين؟ انا شيرين اللي معاكي في جروب الدكتوره منال اللي قفلت السكه في وشها. ايوه انا. عايزه ايه؟ مين اللي بعتك؟
صالح اللي بعتك صح؟ لا خالص، انا جايه عشان اعتذر لك عشان اخدت نمرتك من غير ما استاذنك. طب انت بتعتذري لي عشان اخدتي النمره من غير ما تستاذني، تقوم تيجي البيت من غير ما تستاذني ازاي؟ ازاي يعني؟ اما الحلقه الثالثه من مسلسل في بيتنا روبوت 2 فشهدت احداث ومواقف طريفه وكوميديه. الحلقه بدات بوصول يوسف لمكان دكتوره النساء اللي راحت ليها زوجته ساره، لكنه ما لقاش مكان للعربيه بتاعته، وبمجرد ما لقى مكان جه شخص مجهول وسبقه. هنا اضطر يوسف ينزل من العربيه ويتخانق معاه على اللي عمله، لكن الشخص التاني ما ادالوش فرصه ووبخه بحجه ان الشارع مش ملك لحد. شفت اللي حصل؟ خد الركن وهزقك. اعمل ايه في الاستفزاز ده بقى؟ فسيله. ايه العجل. وبدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير قوي بوصول الكبيرة سما إبراهيم عمة الكبير قوي للمزاريطة، وطلبت منه التركيز مع أهل البلد، وهددته كمان بسحب العمودية منه، وقالت له العمودية بتطلع ليه من بيت الكبير؟ وهنا رد عليها الكبير قوي وقال لها أنا وضعي صعب، أنا سنجل أب، يعني أب وأم في نفس الوقت. فردت عليه إنه لازم يتجوز خلال أسبوع لأن المزاريطة بتضيع ولازم يفوق من اللي هو فيه. وفي مشهد تاني بيظهر فيه جوني وهو بيمارس الرياضة علشان يخسر وزنه قبل فرح الكبير قوي، لكنه فشل لأنه بيحب الأكل جداً. وبلغ جوني هادرس إنه هيسيب المزاريطة لمدة شهر عشان يقدر يخس ويخسر وزنه. مش هرجع إلا وأنا فورمة، ولو ما عملتش فورمة مش هرجع تاني أبداً. عيب عليكي يا سوسو، ثلاث نقط، وشك نظارة شمس، وش عم يغمز ويطلع لسان. الحلقة الثالثة من مسلسل المشوار كشفت عن هروب محمد رمضان ماهر وزوجته دينا الشربيني من المصنع، وده بعد ما كشف مكانهم رجال أحمد كمال اللي هو وجيه بيه المتهم في قضية التجارة في الأثار. وطلب وجيه من زوجته الوصول لمحمد رمضان فوراً، وقدروا يعرفوا مكانه من خلال تليفون صاحبه سعيد. ليه كده يا ماهر؟ انت متعود تقفل في وش أصحابك كده؟ طب بص بقى، سعيد معانا وموبايل سعيد معانا وانت كمان هتبقى معانا. مداخل ومخارج الشركة كلها تحت عيني. بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل راجعين يا هوى بدخول خالد النبوي على أسرة الفنانة نور، وهو الأمر اللي خلاها تقدم بليغ على إنه خطبها، وحكت قصة مش حقيقية إنها تعرفت عليه في مؤتمر طبي أثناء فترة تواجدهم في بودابست المجرية، ولكن حقيقة الأمر إنهم اتعرفوا على بعض داخل الطيارة عن طريق الصدفة، إلا إن تبادل شنطة كل منهم مع التاني جعل الفرصة مواتية لدخولهم في صداقة. وقام والد الفنانة نور بعمل عزومة للفنان خالد النبوي في أحد المطاعم، واتكلم معاه عن تفاصيل حياته ودراسته للدكتوراه في المجر. بليغ. أنا أظن إن الكلام اللي بتقوله دكتورة ماجي ده كلام مظبوط. بعدين يا عمي، ادي احنا فيها اهو. أنا بطلب إيدها من حضرتك ومن حضرتك يا طنط ومن حضرتك. مين الأستاذ؟ ما تشغلش بالك، ده واحد جاي مع باباه وماشي دلوقتي. واحد كده؟ استاذن انا. بدأت كمان الحلقة الثالثة من مسلسل مكتوب عليا بظهور الفنان محمد ممدوح كضيف شرف في دور طبيب نفسي، وراح له أكرم حسني عشان يستكشف حقيقة الكلام اللي بيظهر على إيده، ودار بينهم حوار كوميدي. وقام ممدوح بعمل اختبارات طبية بطريقة كوميدية لأكرم، ولما رجع لبيته اصطدم بوالده إحسان اللي اتريق عليه ودايماً بيقلل من إمكانياته. ماما، ماما، حبيبتي. يا ماما، يا ماما، يا ناقصة بوظان أعصابي يا ماما. قوم يا حبيبتي نامي جوه. لا لا، كويس إنك أنت صحيتي. عشان أتفرج على التلفزيون وأشوف المسلسل وأعرف مين اللي قتلها. كل يوم بيكون معانا فقرة يومية من الأزهر الشريف، فقرتنا النهاردة بعنوان فضيلة جبر الخواطر، وإزاي الدين الإسلامي دعا إلى جبر الخواطر بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. نور
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الناس الطيبين اللي زي حالتنا كده جال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان معاه طبق من العنب، وكان الصحابة كلهم قاعدين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل ده تقدم كده ودخل في وسط الصحابة وقال له: يا رسول الله، والله ما عندي غير هذا الطبق أهديك إياه، أنا ما عنديش حاجة خالص أديها لك وأهديها لك إلا الطبق ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يأكل من العنب، واحدة اتنين تلاتة، وبدأ يأكل قرب يخلص الطبق وما اداش لحد حاجة، ودي كانت على غير العادة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل فرحان جدا، مش بس عشان سيدنا النبي قبل هديته، لا ده كمان أكلها لوحده. لما الراجل مشي ومشي فرحان ومبتسم وسعيد جدا ان سيدنا النبي قبل هديته وما اداش لحد منها، معنى ذلك انها حلوه جدا وعجبت سيدنا النبي قوي. الصحابه سالته: يا رسول الله، عهدناك تقتسم بيننا، احنا اللي نعرفه لو جات لك هديه بتدينا منها، اشمعنى الهديه دي بالذات؟ تعالوا شوفوا الجمال والمحبه اللي بيعلمها لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايه سيدنا النبي؟ قال: لما تذوقت العنب وجدته مرا، لما تذوقت العنب وجدته مرا، فخشيت أن أعطي أحدكم منه شيئا فيظهر مرارته فيفسد على الرجل فرحته. الله يا سيدنا النبي، الله على الجمال، الله على جبر الخاطر، الله على حلاوة الدين وجمال الدين اللي بيحافظ على مشاعر الناس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا درس جميل جدا، لو اتعلمناه هنكسب كتير قوي. المحبة هتبقى شعار بينا، المحبة هنشوفها بعينينا، مش بس هنسمع عنها، لأن كتير بنسمع عن المحبة اللي بينا لكن ما بنلمسهاش. لكن لو نفذنا اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا اللي بيعمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يجبر خاطر الراجل ويتحمل مرارة العنب، مع ذلك أنه مين ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل كل ده؟ هل إحنا هنتعلم الدرس من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونجبر خاطر اللي قدامنا بابتسامة، بكلمة، بضحكة، بأي طبطبة على قلب اللي قدامنا علشان نتعلم الدرس من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الدرس بقى واضح قدامنا وإن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا جبر القلوب وجبر الخواطر على لسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك العلماء بيقولوا قول جميل جدا، وهو عايزك تحفظه الكلام ده. إيه هو الكلام دوت؟ من سار بين الناس جابر للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. لو عايز ربنا يبقى معاك كن مع الناس الغلابة، لو عايز ربنا يبقى جنبك ويسترك ويجبرك أجبر بخاطر الناس وقف جنب الناس. ربنا يجبر بخاطرنا ويستر قلوبنا وعيوبنا ويجبرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي مشاهدينا نسيب حضراتكم وموجز لأهم وآخر الأخبار مع منا. تفضل يا منا. شكرا لك هدير. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق والتناغم بين جميع الجهات المعنية بالدولة لضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة وعدد من الوزراء. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، حيث اطلع الرئيس السيسي على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية في بعض المحافظات تمهيدا لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمعهد نصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة. جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية. كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات بهدف احتضان النوابغ في هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمي لهم، بما يسهم في الربط الأكاديمي بين علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة وتطوير صناعة البرمجيات والأمن السيبراني في مصر. هذا وشهد الاجتماع اطلاع الرئيس السيسي على مستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، لا سيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن الموقف الحالي للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والمشروع القومي للبلازما، إلى جانب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر، حتى لا تترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلعة. جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية بحضور عدد من الوزراء، حيث تم استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية. رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان مبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرودنبرغ هدنة لمدة شهرين. وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم أن الهدنة فرصة حقيقية لتصحيح وتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وتحسين الاستقرار الإقليمي. ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى اغتنام الفرصة التي توفرها الهدنة والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحراز تقدم نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة. أعلنت الولايات المتحدة عزمها فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا خلال الأسبوع الحالي. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن المباحثات بين الدول الغربية تشمل تدابير محتملة في مجال الطاقة. وشدد مستشار الرئيس الأمريكي على أن البحث جار للتوصل إلى توافق مع الاتحاد الأوروبي الذي يناقش من جهته بصفة عاجلة فرض عقوبات جديدة على موسكو. في الوقت نفسه أكد سوليفان أن روسيا غيرت استراتيجياتها العسكرية وستركز هجومها من الآن فصاعدا على شرق أوكرانيا خصوصا، متعهدا بإعلانات جديدة عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا في الأيام المقبلة. قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينينزا أن بلاده ستقدم أدلة علمية لمجلس الأمن الدولي على أن قواتها لم تقتل مدنيين في أوكرانيا ولم تشارك في أحداث بوتشا. وأضاف نيبينينزا في مؤتمر صحفي أن تلك الأدلة سيتم تقديمها حتى لا ينخدع المجتمع الدولي بالمزاعم الغربية حول أحداث بوتشا. كانت الأمم المتحدة ودول غربية عدة قد أعربت عن إدانتها للمشاهد الواردة من بوتشا والتي أظهرت جثثا لمدنيين في الطرق وفي مقابر جماعية. أعلنت بريطانيا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلقي اليوم كلمة افتراضية أمام جلسة مجلس الأمن حول الأزمة الأوكرانية. وأوضحت بريطانيا أنها ستحرص خلال توليها رئاسة المجلس على توضيح حقيقة الانتهاكات التي وقعت أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتعد كلمة زيلينسكي هي أول مداخلة له أمام مجلس الأمن منذ بداية الهجوم الروسي على بلاده في 24 من فبراير الماضي. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنصبح على حضراتكم من جديد، أهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. Oh!
باحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. ميسي هيتس وان، واتس إت جول. بولا عالمي يا سعيد. المسؤولين في اتحاد الكرة بيترقبوا في الوقت الحالي قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية اللي هتجرى في نص شهر إبريل عشان يستعدوا للبطولة نفسها في شهر يونيو 2023 في الكوت ديفوار، وهيخوض منتخب مصر أول مباراة في التصفيات أثناء فترة التوقف اللي هتبتدي من 31 مايو ولغاية 15 يونيو. والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي طلب من محلل الأداء في الفريق تقرير مفصل عن فريق الاتحاد السكندري، سواء في مباراته اللي لعبها الفترة اللي فاتت في الدوري أو لغاية مباراته الودية كمان، وده علشان بعد توقف الدوري خصوصا بعد التغييرات اللي اتعملت في الجهاز الفني برحيل حسام حسن وتولي عماد النحاس مهم تدريب الفريق. موسيماني عنده رغبة في الوقوف على نقاط القوة والضعف للاتحاد قبل ما يواجهه في مباراة الدوري. فريق الأهلي ومديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في انتظار مواجهات عربية في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وده بعد تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوزه على الهلال السوداني في الجولة السادسة. بكده الأهلي عنده ثلاث احتمالات في قرعة دوري أبطال أفريقيا، يا إما هيواجه الرجاء المغربي أو الترجي التونسي أو الوداد البيضاوي المغربي. البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك خصص فترة خاصة للتسديد على المرمى خلال تدريبات امبارح اللي اتلعبت على ملعب عبد اللطيف بورجيلا. كمان الفريق عمل تقسيمة فنية كده خلال التدريب، وحرص فيريرا على الحديث مع اللاعبين علشان يقول لهم التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها من كل لاعب والأدوار الخاصة لكل واحد فيهم. عالميا فريق أرسنال خسر من فريق كريستال بالاس بنتيجة 3-0 في المواجهة اللي اتلعبت امبارح ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي. بكده بيحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، وكريستال بالاس في المركز التاسع بعد ما رفع رصيده للنقطة 37. خلصت أخبارنا الرياضية، هنرجع لشاذلي وهدين نكمل تاني كلامنا في الرياضة، لكن المرة دي هيتكلموا عن التجديف مع ضيوفهم اللي موجودين في الاستوديو. اتفضل يا شاذلي وهدير. شكرا ليك يا منى، وزي ما منى اتكلمت فعلا هنتكلم مع حضراتكم عن المنتخبات المصرية اللي في معظم الرياضات الحقيقة بتحقق مراكز متقدمة في البطولات العالمية، وآخرها المنتخب المصري لرياضة التجديف واللي قدر إنه يحصد ميداليات ذهبية في منافسات بطولة العالم في التجديف للصالات. علشان كده احنا معانا النهارده في الاستوديو علي علاء بطل المنتخب المصري للتجديف، ومحمد الحسيني حاصل على الميداليه الذهبيه في بطوله العالم للتجديف في الصالات 2022. صباح الخير عليكم علي ومحمد، منورنا. منورين، صباحكم فل. عايزه يعني ابتدي بقى كده كل حد فيكم يحكي لي هو ابتدى امتى تجديف، والرياضه دي بتحتاج ايه بدنيا علشان تبقى بطل جمهوريه او بطل عالم؟ هي رياضه التجديف ده لعبه شاقه جدا، التمرين بتاعها طبعا 5 الصبح وصحيان بدري طبعا اهم حاجه. انا اول ما بدات رياضه التجديف بدات 2014، بدات في نادي الجماليه العاب المائيه كان في المنصوره. فاول ما انتقلت على القاهره انتقلت 2017، ده كان اول بدايه المشوار بقى اللي هو المنتخب بقى ونادي المقاولين العرب، فبدات الدنيا تشتغل معايا بجد اكتر. الحمد لله شاركت في بطولات عالم كتير، واول بطوله عالم كنت شاركت فيها كان عندي 20 سنه، وطلعت بطوله عالم وانا عندي 20 سنه كبار السن. كنت صفيت الحمد لله وطلعت، واول ما حققت ميداليه حققت في بطوله افريقيا، علقت 2 ذهب كانت 2019، وعلقت تاني عالم داخل الصالات كان 2021 كان علقت تاني عالم. كنا مضروبين من فنلندا الحمد لله 2021 علقنا اول واكتسحنا، وكنت 2021 كنت مسجل احسن ريكورد على مستوى العالم. ما شاء الله، حاجه تشرف والله. يا كابتن انا قديم شويه، اكتر اقدم شويه من محمد. بدات تأديف في 2006، بدات وانا صغير شويه عشان والدي كان بيلعب تأديف من زمان برضو، كان في منتخب مصر. دخلت المنتخب من 2010 والحمد لله مكمل من ساعتها. رياضه التأديف رياضه زي ما محمد قال رياضه شاقه شويه، بتحتاج يعني التمرين بتاعها بيبقى طويل شويه، فترات طويله، ومستويات التدريب بتبقى عاليه شويه،
بتحتاج تحمل، بتحتاج قوه، بتحتاج يعني توازن ما بين التحمل والقوه الاثنين مع بعض. فعشان كده بعتبر التمرين تاديف يعتبر تمرين قوي شويه يعني. يعني الناس تشوفها من بره بتفتكر رياضه في الميه ومراكب، بس هي لا، رياضه رياضه محتاجه يعني قوه وتحمل، فلا التدريب بتاعها عنيف يعني. التمرينات شكلها واحد بين البطولات ولا كل بطوله ليها تمرين مختلف؟ هي مسافه التاديف، مسافه السباقات مسافه واحده ثابته على مدار الموسم كله، هي 2000 متر. بس التدريب بيختلف طبعا فترات الموسم. في فترات الموسم في البدايه بتبقى فتره اعداد، بيبقى شكل التمرين مختلف شويه. لما بنقرب من السباقات بتبقى فتره التدريب اقل بس الشده اعلى، عشان خلاص تبقى داخلين على البطولات وكده. بس هي المسافه واحده، مسافه 2000 متر، دي المسافه الرسميه لكل سباقات التاديف كلها 2000 متر. طب 2000 هو متر. والده هو اللي شجعه، انت بالنسبه لك مين اللي شجعك اصلا؟ انا كان يعني والدي لاعب تاديف برضو. كان اللعبه دي وراثه، اللعبه دي وراثه، بس محدش بيقولها له عشان بيحبها، لا وراثه. لا بس طالما ابطال خلاص موهوبين. لا هي اللعبه بصراحه بتحتاج مجهود عالي جدا، و تلعب تأديف وشغل وتمرين. يعني انت مثلا بتمرن فترتين في اليوم، فتره صباحيه وفتره مسائيه. عباره عن ايه التمرين؟ مثلا ممكن الصبح كده 40 كيلو مثلا في الميه، بيبقى في شد مثلا 10 دقائق ثلاث مرات، 10 دقائق اربع مرات. فانت بتحسب البرنامج بتاعك طول الاسبوع على التمرين، بيبقى في يوم خفيف مثلا عندك سرعات، يوم طويل. كل التمرين في الميه مفيش فيتنس؟ لا، في الارجوميتر اللي هو في تمرين ارجوميتر وفي جيم. الاثنين بينسقوا، الاثنين بيخدموا على بعض يعني. بس هو الاكتر الميه، عشان احنا مثلا لو احنا داخلين على طول. انا عايزك تحكي لي يعني، تحكي لي يوم التدريب بيبقى ماشي ازاي؟ هل بنعمل كل حاجه في نفس اليوم؟ لا احنا مثلا عندنا الصبح النهارده مثلا طويله، طول ده مثلا ممكن 40 كيلو مثلا او 30 كيلو، بنمشي طويله بقى، بنمشي تكنيك ودريلات في الميه، اللي احنا نحاول نظبط التكنيك في الميه اكتر. ممكن بعد كده العصر ممكن الارجوميتر يكون شد بقى، اللي هو 10 دقائق مثلا خمس مرات. لو في ثلاث فترات، ثلاث وحدات تدريب، بيبقى واحده الصبح، واحده الساعه 12، واحده الساعه 4 العصر. الساعه 12 دي ممكن يكون جري، بس جري سويدي ستريتشات بعمل ده. انما هم التمرين الاساسيين عندنا اللي هو الصبح واللي هي العصر، ده اساسيين جدا، ده اهم حاجه في التمرين. طيب انا على اعتقادي انه التجديف بيعتمد على العضلات الايدين وعضلات الجسم من فوق، ولا الموضوع ايه؟ لا هو اهم حاجه في التجديف في الرجل والظهر، وبعد كده الدراع ده عامل مساعد اصلا. اصلا ده خطا شائع يعني، ان التجديف على طول بيبقوا فاكرين انه بيعتمد على الدراعات. ما عشان انا بستخدم دراعي، عشان انا قاعد بالظبط. هو الناس فاكره كده، بس هو لا، التأديف جزء اكبر منه رجلين. رجلين اكتر حاجه بنستخدمها في التأديف، يمكن بنسبه 80% مثلا من الأدفة بتحمل على الرجلين. انتوا صحاب اصلا؟ صحاب. اصدقاء يعني؟ اصدقاء من سنين ولا جامعتكم رياضه؟ لا جمعنا النادي الاول، بس بعد كده بقينا اصحاب على المستوى الشخصي طبعا. وانتوا في المنتخب بتحسوا ايه اللي ناقص المنتخب؟ اللي ناقص بنحس ايه يعني؟ هل مثلا ناقصكوا دعم، ناقصكوا اهتمام من وسائل الاعلام، ولا لا مش حاسين ان ده ناقصكوا؟ لا ده سؤال كويس قوي يعني. احنا بنحتاج طبعا دعم اعلامي طبعا، دعم مادي، بحيث ان اللعبه مكلفه شويه يعني، المراكب اللي احنا بنقدم فيها دي غاليه شويه. فطبعا بتبقى احتاج كل مثلا سنتين ثلاثه بتجدد طقم المراكب بتاعتك، فبتبقى محتاجه دعم مادي، دعم اعلامي طبعا عشان الناس تشوفنا وتعرف اللعبه وتعرف النتائج اللي احنا بنعملها وبنحققها. ايه تاني؟ في حاجه تانية محمد في دماغك؟ هو الاعلام بس. لو شهر اللعب اصلا مش معروفه في مصر اصلا، هي بتحقق نتائج كتير وفيها لعيبه كويسه جدا وفي المنتخبات وتصنيفها كويس على مستوى العالم. بس الاعلامي مش ظاهر لها اكتر، بس الفتره دي بدات الدنيا. رد عليه كده خلاص، الدعم الاعلامي وصل، فتره الدعم المادي بس. لا بس هو بصراحه الفتره دي بقى اهتم بالاعلام شويه اكتر. طيب انا شايف اللعبه فيها صالات وفيها بطوله شواطئ مظبوط، فردي وزوجي، ايه الاصعب؟ وبرضه عايزين نفهمها يعني. هي بطوله الشواطئ دي لسه لعبه جديده، اول بطوله عالم لعبناها السنه اللي فاتت، علي اخذ فيها ثالث عالم، خامس على مستوى العالم. واحنا كنا نازلين رباعي، جبنا فيها تاسع على 40 دوله. كانت اول مره نشارك في البطوله دي اصلا، ما كناش هي زي التاديف، بس هي في موج بقى عالي ومراكب غير وده بيبقى اصعب. اصعب جدا. مش يعني الثلاثه يعني، هو في ثلاث انواع من التأديف زي ما حضرتك قلت. في تأديف العادي اللي هو المراكب اللي بنقدفها، اللي انت بتشوفها في التلفزيون او تشوف اي حته في النيل. وفي تأديف الشواطئ، ده نوع جديد زي ما محمد قال، مركب اعرض شويه لانها بتأدف في وسط موجه، فبتبقى محتاجه تبقى موزونه اكتر، اصعب شويه عشان هي تشالنجينج شويه في الموجه والظروف الجويه والهواء وكده. وفي تأديف الارضي اللي هو ثالث حاجه حضرتك قلتها، اللي هو التأديف على الجهاز، على
على جهاز بيبقى ارضي ده تقديم الصالات او الارجوميتر زي ما بيسموه. ده اللي احنا كسبنا فيه بطوله العالم اللي فاتت دي في شهر 2. البطوله اللي فاتت دي كانت معموله فيرتشوال او اونلاين عشان طبعا ظروف الكورونا وكده. بس دي انا شايفها فرصه كويسه عشان بتدي فرصه لكل دول العالم تشارك. لو انت عندك جهاز كل الناس عندها اجهزه انترنت وبتشترك في بطوله العالم مش شرط تروح لبلد البلد المضيفه. انا شايف ان هي كانت بطوله كويسه جدا وناجحه جدا وكانت المنافسه اعلى لان طبعا عدد المشاركين اكتر بس احنا الحمد لله قدرنا نحقق مركز اول يعني عظيم. طيب احنا عندنا ابطال اولمبيين في لعبه التجديف ما اعتقدش. عندنا عبد الخالق البنا وكان كابتن علي ابراهيم الله يرحمه كان بطل اولمبي لعب اربع اولمبيات على التوالي ورا بعض. كان عندنا نور لا فيه اولمبيات كتير لعب كتير بس مشاركين بس ما حققناش ميداليات على مستوى اولمبي بس مشاركه بتبقى مشاركات كويسه جدا. اخرهم كان عبد الخالق في تخيلاتكم ليه ما حققناش ميداليات اولمبيه في اللعبه دي واحنا عندنا ابطال عالم؟ الميداليه الاولمبيه بتبقى محتاجه يعني تجهيز مختلف بتبقى محتاجه امكانيات عاليه شويه وتجهيز لفترات طويله. ده متاح عندنا بس برضو زي ما قلت لحضرتك من شويه التأديف لعبه مكلفه شويه بتبقى محتاجه معسكرات فرق الامكانيات يعني النيل عندنا طبعا نعمه ان هو ميه متاحه عندنا طول السنه بس النيل يعني السباقات التأديف تلعب في بحيره مش في نيل. النيل فيه تيار فدايما الازمنه بتاعتها ما تقدرش تقيس عليها لان السباقات بنطلع بره بنلعب في بحيره لكن احنا بنتمرن في نيل فميه مختلفه كثافه ميه مختلفه وسرعه التيار مختلفه فلما بنسافر بره بتبقى كانك بتتمرن في ظروف مختلفه كانك مثلا بتلعب على ملعب معين وتروح على ملعب تاني فتحس انك مش واخد على الملعب اللي انت بتلعب عليه فبتبقى محتاج معسكرات كتير عشان تقدر تاخد على الميه دي. بس انا حاسس ان احنا يعني التأديف مؤخرا بدا يتطور قوي المستويات فان شاء الله ليه لا يمكن الاولمبيات الجايه يبقى في ميداليه ان شاء الله. ان شاء الله لعبه فردي وجماعي هو فيه فردي زوجي فيه دبل فيه رباعي وفيه ثمانية بس احنا اكتر عندنا الفردي والدبل دي يعني احنا ايه الاسهل بالنسبه لكم؟ هل انك تكون موجود في فريق مثلا فكلكم بتساعدوا بعض ولا انك بتعتمد على نفسك لوحدك؟ هو احنا كلنا فريق واحد وكلنا نتيجه يعني كلنا بنتمنى لبعض النتيجه الاحسن اللي فيه بس هو مثلا احنا بيحصل مازلنا تصفيات او زي بنصفي من بعضنا كده اختيارات بيختار فهم بياخدوا احسن اسكيف طبعا يعني احسن واحد اقوى واحد فانا ممكن سكيف اللي هو الفرد او الفرد اللي هو الدبل بعد كده ممكن نحط دبل وممكن يعني اقوى واحد نحطه مع اضعف واحد يمشي في دبل او على حسب المدرب ما بيشوف الرؤيه بتاعه المركب ماشيه او مش ماشيه فهو بيحط الرينج بتاعه عشان كده. هي كل مركب بيبقى ليها التحديات بتاعتها يعني الفردي بيبقى لوحدك بس السباق هيبقى مركب ابطا شويه فبتبقى محتاجه حد قوي شويه. مراكب الزوجي والرباعي بتبقى محتاجه برضو يبقى فيها بتبقى تحدي شويه عشان الناس تمشي مع بعض بناخد لعيب على الفرازه كده عشان يبقى اللي هو الفردي طبعا لانه وكله على في الكل كل المراكب لازم تبقى لاعب برضو على اعلى مستوى لانك يعني المنافسه برضو في المراكب الثانيه بتبقى عاليه برضو يعني فلازم تبقى اي لاعب في اي تشكيل لازم يبقى على اعلى مستوى طبعا. بس هو كل التشكيل لما بيكبر بيعوز شغل اكتر يعني السكيف ده لوحده التكنيك بتاعه هو واحد لوحده انما الدبل لا لازم الاثنين مع بعض يمشوا في نفس الطريقه يقعدوا فتره طويله يتمرنوا مع بعض سنين يتمرنوا مع بعض عشان يحفظوا الادفه. التكنيك عامل مهم قوي في التأديف مش بس القوه لازم توقيت دخول المئداف مع بعض وحركه الجسم مع بعض ففي عوامل كتيره بتاثر على حركه المركب وسرعتها. بقينا بنشوف مؤخرا يعني على وجه التحديد انا بشوف ولاد صحابي بيتمرنوا تجديف وسنهم صغير بنتكلم في 7 و8 و9 سنين. اللي يبتدي من السن ده يعني اسهل ولا لا؟ المفروض انه مثلا يتمرن فيتنس كويس قوي وبعدين يبتدي تجديف. انا يعني شايف ان 7 سنين سن صغير شويه لسبب ان المركب ممكن تبقى تقيله شويه عليه والمقاديف كبيره شويه عليه بس لو هو فت زي ما انت قلتي لو بيتمرن فيتنس وجاهز بدنيا يقدر يخش من سن 8 او 9 سنين ده سن يعتبر كويس جدا للبدايه. بعد كده بيبدا المنافسات بتبدا من سن 14 سنه تحت 14 سنه فهو يبدا يجهز مثلا 3 4 سنين بعد كده يبدا ينافس. فانا شايف ان ده لا سن كويس قوي ان الناس تبدا تاديف. مستوى اللعب عندنا في مصر عامل ايه؟ عندنا لعيبه تنافس من الشباب؟ عندنا لعيبه كويسه تنافس بالذات الفتره دي في لعيبه اكتر يعني كان المنتخب الفتره اللي فاتت كانت المنتخب اللعيبه كانت في لعيبه كويسه لا بس دلوقتي لا في لعيبه كتير قوي يعني ما شاء الله مع الاتحاد وقف في موضوع اللي هو مشروع البطل الاولمبي ده لا في لعيبه جديد جت والكابتن محمد طه طبعا نشكره على التعب اللي هو بيعمله انه عايز يطلع لعيبه اكتر من مصر
مثلا مش لا انا عايز اطلع جيل صاعد على طول. ودي اول حاجه يعني مركزين على الفتره دي قوي. يعني دي اهم حاجه ان مصر مركزه على الحته دي. يعني مثلا انا كبرت في السن وده واقع من اي حد, لا في لعبة تحتي ان هي هتطلع تنافس مكاني. ودي اهم حاجه, ده احسن حاجه ان هم عملوها دلوقتي. صحيح. احنا بنشكركم على وجودكم معنا النهارده, والف مبروك علي علي بطل المنتخب المصري للتجديف, ومحمد الحسيني الحاصل على الميداليه الذهبيه في بطوله العالم لتجديف الصالات 2022. نورتونا النهارده في استوديو الصباح. شكرا لك, شرفتونا, نورتونا, كل سنه وانتم طيبين. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا, خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. الحقيقه انه الوافدين والاجانب في الازهر الشريف فيهم مواهب كبيره في عالم الانشاد والتلاوه, والنهارده في صباح الخير يا مصر هنقدم لكم صوت مميز لطالب عراقي بيدرس في الازهر الشريف. خلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو, المنشد ظافر الحداد والمبتهل العراقي والباحث في مرحله الماجستير بجامعه الازهر. صباح الخير عليك يا ظافر, منور. صباح الخير, اهلا وسهلا, حياكم الله, بارك الله فيكم. كل سنه وانت طيب. وانت طيبين ان شاء الله, الله يحفظكم. احكي لنا كده رحلتك في الدراسة في الأزهر الشريف. نعم, بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا في البداية نحن تخرجنا من كلية الإمام الأعظم الجامعة رحمه الله تعالى, تخرجنا من السنة الرابعة, ثم بدأت منحة في الأزهر لأول مرة, يعني منذ 20 سنة وأكثر هذه المنحة لم يعني يعمل بها, ولكن الحمد لله يعني 2017-2018 أتينا إلى هنا إلى الأزهر الشريف عن طريق الوقف السني وجزاهم الله خيرا. نعم, المتمثلة بالدكتور عبد السلام الكويسي والوقف السني. نعم تمام. موجود في مصر بقالك دلوقتي 5 سنين تقريبا؟ أيوة نعم, تقريبا 4 إلى 5 سنوات, لأني الآن في مرحلة الكتابة, مرحلة كتابة الرسالة. رسالة الماجستير. أيوة. عنوانها إيه؟ عنوانها والله ما ينفعش افصح فيه لان هذه الموضوع هي رساله, بس هو في الحديث, انا في قسم الحديث كليه اصول الدين في جامعه الازهر. عظيم. نعم. طيب امتى ابتديت انشاد بقى؟ نحن يعني من الصغر الحمد لله هذه الموهبه اكتشفناها, وبفضل الله عز وجل يعني في المساجد, يعني عندما تكون الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف, يعني وهنا ايضا عملنا فرقه انشاديه في مصر احنا كعراقيين. فبدانا نخرج يعني في ليالي رمضان نحييها في المنوفيه وفي اماكن ثانيه. عظيم. ايوه, وبرده يعني قالتكم المصريين تقولون برده في يعني طلبه معانا اللي بيتجوز جديد, بنروح ايضا نعمل له حفله. البركوله. ايوه. نعم. طيب بتحب نبدا بايه؟ والله نبدا بما تيسر من القران ان شاء الله. ان شاء الله, تفضل. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في ايام معدودات, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه, لمن اتقى, واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام, وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل, والله لا يحب الفساد.
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العظيم. فتح الله عليك. مين من القراء من وانت صغير كان قدوة ليك؟ والله عندنا الحافظ خليل إسماعيل، والذي هو يعتبر يعني مدرسة المدرسة العراقية في العراق، الذي يسمى ببستان الأنغام العراقية، يقرأ ما يقارب إلى 250 مقام. نعم. الأزهر دعمك بإيه؟ يعني قدم لك إيه في عشان يسقي موهبتك؟ الأزهر جزاهم الله خيرا، يعني كان في المسجد، في مسجد الأزهر تعمل أيضا في ليالي رمضانية وفي دروس، يعني قبل أن نأخذ الدرس يعني يقدموني أنشد. نعم، افتتاحية في المجلس. نعم. طيب. وأيضا شاركت يعني في مسابقات، ولكني أنا يعني مقتصر فقط على القراءة بالطريقة العراقية. ولكن يعني إحنا عندنا هنا يعني بسبب صعوبة الدراسة في الأزهر، يعني هذا الشيء يعني يبعدنا عن إنشاد هذه الأمور، لأن المواد مكثفة عندنا، يعني كنا في المرحلة الأولى والثانية مواد مكثفة، يعني لا نستطيع أن ننشد وأن نعمل. نقرأ تقريبا ما يقارب 20 ساعة بفضل الله عز وجل، والحمد لله يعني حققنا المراد إن شاء الله. طيب نسمع حاجة بقى إنشد انت. إن شاء الله. قد طال شوقي للنبي محمد، فمتى إلى ذاك المقام وصول؟ ولقد فنى صبري وزاد تشوقي نحو الحبيب وما إليه سبيل. أترى وجنتي في تربه وألوذ من فرح به وأقول هذا النبي الهاشمي المصطفى، هذا له كل القلوب تميل. طه النبي الأنوار خير الناس وطهار، طه النبي الأنوار خير الناس وطهار، هو اللي يشفع لنا، هو اللي يشفع لنا في موقف المحشر، في موقف المحشر هو اللي يشفع لنا، بندخل الجنة هو اللي يشفع لنا، بندخل الجنة يحلى الفخر لنا، يحلى الفخر لنا، بلو ردنا نفخر، بلو ردنا نفخر. طه النبي الأنوار خير الناس وطهار، طه النبي الأنوار خير الناس وطهار، هو اللي يشفع لنا، هو اللي يشفع لنا في موقف المحشر، في موقف المحشر
أخلاق الشفيع تزهو كالربيع، أخلاق الشفيع تزهو كالربيع، منه ورضيعي منه وشفيعي، جسمي فوح عنبار جسمي فوح عنبار، طه النبي الأنور خير الناس واطهار، طه النبي الأنور خير الناس واطهار، هو اللي يشفع لنا هو اللي يشفع لنا في موقف المحشر في موقف المحشر. يا عيني جماله يلمك مثاله، يا عيني جماله يلمك مثاله، ربي بجاه آله ربي بجاه آله، كلنا بظل نحشر كلنا بظل نحشر، طه النبي الأنوار خير الناس واطهار، طه النبي الأنوار خير الناس واطهار، هو اللي يشفع لنا هو اللي يشفع لنا في موقف المحشر في موقف المحشر. تانيني يا حادي خذني وياك غادي، تانيني يا حادي خذني وياك غادي، يم سيد العبادي يم سيد العبادي، ذو الوجه المنور ذو الوجه المنور. عليه الصلاة والسلام. الله عليك. انت قلت انت موجود في مصر خمس ست سنين تقريبا. نعم. لما بتسافر اجازات اكيد. ايوه بلا شك. اصدقائك في العراق بتحكي لهم ايه عن مصر وعن دراستك في الازهر؟ والله مصر والازهر الشريف بالذات هو قلعة العلم ومنارة الفكر، فهو يحمل منهجا وسطيا، وهذا يعني ما نراه فيه. والحمد لله عز وجل أتينا إلى هذا المنهج الوسطي، والحمد لله نحن يعني نفتخر أن انتمينا إلى الأزهر الشريف. وبداية يعني أريد أن يعني أشكر أساتذتي في قسم الحديث وعلى رأسهم شيخ الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الذي كان يدرسنا في مادة الحديث التحليلي، والدكتور أحمد معبد، والدكتور جلال عجوة، وكثير يعني المقام لا يسعنا أن نذكر الباقين، فجزاهم الله عنا خيرا. وعلى رأسهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الله يجزيه خيرا إن شاء الله على ما يقدمه لخدمة من الطلاب الوافدين، فهو له اليد الطولة في هذا الجانب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بالصحة والعافية اللهم ويحفظه إن شاء الله للأزهر. ظفر، كنت عايز أسألك عن علاقة اللغة العربية وإجادة اللغة العربية بالإنشاد، وهل كل المنشدين لازم يكونوا بيجيدوا اللغة العربية بإتقان؟ بلا شك، لابد يعني للمنشد أن تكون له علوم الآلة في اللغة العربية، يعني أقل حاجة يعني أن يكون يعني عنده شيء من النحو كقطر الندى أو تحفة السنية، هذه الكتب يعني في البداية. نعم، فلا بد يعني أن يكون للمنشد علوم الآلة. طيب احنا عايزين نسمع حاجة كمان، ايه رأيك؟ هتسمعنا ايه؟ ان شاء الله تسمعون ان شاء الله. ما فيش انشاد مصري خالص مش كده؟ ولا فيه؟ والله ممكن يعني نسويكم مناجات أو حاجة. ماشي، تفضل. طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد،
فقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. الله عليك يا ظفر. الأستاذ ظفر الحداد المنشد والمبتهل العراقي والباحث في مرحلة الماجستير بجامعة الأزهر، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. عفوا نعتذر على التقصير. لا خالص، تقصير في ايه؟ شرفنا ونورتنا ما شاء الله عليك. الله يحفظك، ربنا يحفظك بالتوفيق دايما. نشكركم على هذه الاستضافة الجميلة وبارك الله فيكم وان شاء الله في موازين اعمالكم. ان شاء الله كل التوفيق ليك ان شاء الله. شكرا لك. الأجواء الرمضانية الحقيقة يعني بتبهج الجميع، وكده مشاهدينا نكون خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة على مدار ساعتين. كنت معاكم أنا وشاذلي ومنة، وبكرة حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وربنا دايما يصبحكم بالصحة والسعادة والرضا.